بتحبوا الرسم بس ما في عندكم شغف للرسم ومو عارفين كيف ترجعوه؟ لا تخافوا، اليوم رح أعطيكم 10 طرق ترجعوا فيها حماسكم للرسم. خليكم معي ويلا نبدأ. أولاً افتحوا بنترست. بعرف إنها شغلة بديهية، بس كيف بده يجينا شغف للرسم وإحنا ما عم نشوف شغلات تحمسنا؟ عشان نرجع الشغف ضروري إنه نعمل تغذية بصرية، وأحسن مكان للتغذية البصرية بنظري هو بنترست. يعني هذا التطبيق هو حرفياً كنز للرسامين. انتوا بس افتحوا بنترست ورح تصيروا أصلاً مو عارفين شو بدكم ترسموا. أنا مثلاً بحب أعمل بورد وأحط فيه كل الشغلات اللي جاء عبالي أرسم مثلها. مثلاً أنا عاملة بورد اسمه إنسبيريشن مشان أخذ منه أفكار أرسمها وأرجع أتحمس من أول وجديد. أنتوا بس روحوا بنترست وبوعدكم إنه الشغف لحاله رح يبلش يرجع لكم. ثانياً احضروا فيلم. ليش بقولكم تحضروا أفلام؟ لأنه الأفلام والمسلسلات لها طريقة بتوصيل مشاعر معينة رح تخليكم تتحمسوا وتعبروا عنها وترسموها. ارسموا أكتر مشهد أثر فيكم. مثلا أنا هون حضرت فيلم وحبيت إني أرسم مشهد من الفيلم، هو كان أكتر مشهد مؤثر. هالشغلة كتير حلوة صراحة، لأنه لما توصلنا مشاعر من الفيلم رح يجيلنا كتير حماس إنه نرسمها. أصلاً أنا غالبية رسوماتي اللي برسمها لشخصيات سواء من أفلام أو مسلسلات. ثالثاً اسمعوا إشي بتحبوه. افتحوا موسيقى إبداع، موجات للإبداع والهدوء، افتحوا أصوات بحر أو طبيعة، شو ما بتحبوا عشان تفوتوا بمود الرسم والإبداع. رابعاً اعملوا كوليكشن على الإنستغرام. اعملوا مجموعة على الإنستغرام واحفظوا عليها الريلز أو الصور الفنية الملهمة إلكم، وكل ما راح منكم الشغف ارجعوا افتحوا هذه الكوليكشن خاصة لناس بتحبوها وتصفحوها. هاي الطريقة كتير بتساعدني وبتحمسني. وإذا بتحبوا شوفوا صفحتي على الانستغرام، رح تلاقوها تحت بالوصف وتابعوني هناك. وطبعا خبروني إنكم جيتوا من اليوتيوب عشان أعرفكم. خامساً ما تضغطوا حالكم وما تقارنوا حالكم مع حدا. ما تحطوا بريشر على حالكم، وأهم شيء إنه ما تقارنوا رسمكم مع حدا، لأنه ما في حدا وصل للمستوى اللي هو فيه إلا بتدريب ووقت وشغل على نفسه. وبعمرنا ما رح نتطور إذا ضلينا نقارن مستوانا بغيرنا. أحياناً بيكون الحكم على مستوانا وعلى رسمنا هو السبب اللي مخلينا مو حابين نرسم. عشان هيك تذكروا دائماً إنه لازم نستمر وما نتطلع على غيرنا، إلا طبعاً عشان نتحفز ونتعلم، مو عشان نقارن حالنا أبداً. مثلاً شوفوا أنا هون كانت أول رسمة بورتري لإلي من أكتر من 10 سنوات، وشوفوا بعدين كيف تطور الرسم. سادساً ما تفكروا كتير. ما تفكروا وابدأوا ارسموا أول صورة أو أول شغلة بتشوفوها حواليكم. أنا مثلاً شفت هالصورة تبعت القارب على البنترست فقررت أرسمها بسرعة، وفعلاً رسمتها. طلعت رسمة كتير سريعة هيك خلال 10 دقايق، ومش متقنة 100%،
بس كتير كتير انبسطت إني رسمتها وحمستني بعدها إني أرسم شغلات تانية. سبعة، اشتروا أدوات رسم جديدة. هاي الشغلة أكيد كلكم عارفين قديش بتحمس إن نروح على المكتبة ونشوف شغلات للرسم جديدة ونشتريها أو حتى نطلبها أونلاين. صراحة رفعت لي حماسي للرسم والإبداع جدا، يعني صرت كتير متحمسة إني أرسم أكتر وأكتر وأكتر. ثامناً، تحدوا نفسكم. مليان الإنترنت تحديات للرسامين، اختاروا كل فترة إشي واعملوه عشان تحدوا نفسكم وتتحمسوا. في تحديات رسم كتيرة مثل الإنكتوبر، الميرمي، رسم المئة وجه الهندرد هيدز اللي أنا عملته بالسكتش بوك تبعي اللي هو رسم مئة وجه. تحدوا نفسكم دائماً، اعملوا شغلات جديدة وشوفوا كيف انتوا رح تعملوها. تسعة، اعملوا جولة بدفتركم الرسم او دفاتركم الرسم. روحوا افتحوا دفاتر رسمكم القديمة واعملوا فيها لفة، تصفحوها، تصفحوا رسوماتكم اللي عملتوها من قبل وكنتوا فخورين فيها. ما بتعرفوا كم مرة عملت هالجولة وإجالي حماس للرسم. أحيانا إحنا ما بنكون فاقدين الشغف، أحيانا بنكون خايفين إنه رسماتنا تطلع مو حلوة مثل ما بدنا، فلما نشوف رسماتنا القديمة رح يكون هالإشي بمثابة تذكير لإلنا وين إحنا وين وصلنا وليش لازم نستمر. عاشرا وأخيرا، لا ترسموا. أيوة، لا تستغربوا، أحيانا بيكون الضغط مخلينا نحس إنه إحنا فاقدين الشغف، بس بالحقيقة إحنا بنكون مضغوطين. فشو بنقدر نعمل؟ بنقدر نطلع نعمل إشي بنحبه، ناكل بمطعم بنحبه، نعمل شغلة جعبالنا نعملها، نروح شوبينج، ناكل أكلة بنحبها، نحضر موفي، نمشي بالطبيعة أو حتى على البحر إذا عندكم بحر. وتذكروا دائما ليش إحنا بنرسم، عشان نستمتع. دائما تذكروا إنه لازم تستمتعوا وبس. يا رب يكون هذا الفيديو ساعدكم ورجع لكم الحماس ترسموا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي، وإذا رسمتوا إشي جديد بعتوا لي أشوفه على صفحة الإنستغرام، واكتبوا لي تحت إيش أكتر نصيحة عجبتكم. أنا خلود وبشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.